ما خلصش الا بعد ما احنا كنا بنقول الحمد لله ان الحكم صفر. تعالوا نروح بمناسبه لقطه الهدف الملغى لمنتخب غينيا بيساو للحكم الدولي السابق الكابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد اهلا بيك، منورنا. كابتن هاني، مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. منورنا ومنور الدنيا، ببارك لك فوز منتخبنا الوطني النهارده في الجوله الثانيه. مبروك لنا جميعا ومبروك لمصر يا كابتن هاني. الحمد لله. ايه رايك في اداء الحكم في 90 دقيقه كابتن جهاد قبل ما نتكلم في حاله او حالتين من المباراه؟ والله هو يعني الاداء يعتبر مقبول، الاخطاء يعني موجوده خفيفه في الملعب وموجود اخطاء زي اي حكم ممكن يخطئ في الملعب، لكن الاخطاء المؤثره قوي في المباراه مش موجوده ونكيه كده يكون الحكم عمل ماتش كويس. الاخطاء المؤثره مش موجوده، معنى كده ان اللقطه الجدليه الابرز واحتساب فاول على مهاجم منتخب غينيا بيساو ضد عمر كمال عبد الواحد كان قرارا صحيحا؟ صحيحا لو انت عينك ما تروحش للايد، يعني الايد اللي فوق والمسك اللي فوق دوت انا ما اروحش ليه خالص. انا ما اروحش ليه خالص، انا بتكلم الفار لما استدعاه ما استدعوش علشان اللي فوق ده خالص، كل الناس عينيها رايحه للايد اللي فوق. ايوه، والمسك اللي فوق ده انا المسك اللي فوق دوت لا يمكن الغي عشانه هدف. لا يمكن تعتبره فاول. لا خالص، لكن انا رايح خالص في الرجل اللي تحت، هي الرجل اللي عملت الاعاقه اللي تحت لعمر عبد كمال عبد الواحد. تمام، الرجل دي هي الفاول اللي اتلغى عشان الهدف. وبالتالي هي المسك اللي فوق ده كل الناس عينيها راحت للمسك اللي فوق ده، لا يمكن قالك عشان هدف، لان ده حاجه طفيفه جدا لا يمكن احتسب فاول في بطوله كبيره زي كده ومستوى كبير زي كده. لكن الرجل اللي تحت هي اللي عملت الاعاقه. الرجل اللي لفت حوالين عمر بالظبط، هي دي اللي عملت الفاول وهي دي اللي اتلغى عشان الهدف، لكن اللي فوق ده لو ما كانش حاطط الرجل تحت صدقني ما كانش الفار هيستدعي وكان الهدف اتحسب. فيعني فالقرار بالغاء الهدف قرار صحيح. قرار صحيح بس مش عشان اليد، ما فيش يد مش عشان اليد اللي فوق دي انساها خالص، لكن انا بتكلم على الرجل اللي تحت، الاعاقه اللي حصلت من الرجل اللي تحت هي دي الاعاقه الاساسيه اللي اتلغى بيها الهدف. هل عندك اي ملاحظات ثانيه على الحكم في بعض القرارات اللي مش مؤثره لكنها ضايقتك؟ يعني انا بقول لك الكره اللي بنتكلم فيها كتير قوي في الشوط الاولاني للانفراد اللي هي كانت ممكن تبقى فرصه محققه لتسجيل هدف، كل الاعتبارات موجوده في الكوره، كل الاعتبارات الموجوده في الكوره، السيطره على الكوره موجوده، السيطره المستقبليه كانت موجوده. ايوه، موجود فيها عدد المدافعين، مفيش مدافعين خالص، ده كان اخر مدافع. السيطره المستقبليه كانت اكيد هتكون موجوده كابتن جهاد، لان دي كانت نقطه الخلاف واحنا بنتفرج. هي دي الاساسيه بالنسبه للخلاف، النقطه الاساسيه اللي ممكن تحسب بيها وقف ساعه الاعاقه بالظبط. تمام، نقطه الاعاقه بالظبط. ايوه، هتلاقي في مسافه كبيره جدا بين الجون والكوره، لان بعد كده لما مفيش اعاقه الراجل ده استحاله حد يلحقه. ايوه، فدي كده القصه كلها السيطره المستقبليه هي دي كانت نقطه اعتبار خلاف. ففي اندر ستاندنج فوتبول، يعني انت فاهم الصحيح لكره القدم. تمام، الراجل هيبقى في سيطره مستقبليه. والسيطره المستقبليه ديت كان ممكن يروح بيها للكابتن الاحمر. عايز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن هاني، في اللعبه دي انت كحكم لو اديت انذار الفار هيمشي معاك، لو اديت كارت احمر الفار هيمشي معاك، لانها ليس خطا واضح. وبالتالي الحكم لو ادى في الملعب كارت احمر الفار مش هيغير الكارت الاحمر، هيمشي معاه انها فرصه محققه. لو الحكم ادى انذار الفار هيمشي معاه انها مش اللعبه زي دي في المكان الرمادي اللي الفار. أيوة، لو مش الخطا الواضح اللي الفار ممكن يدخل فيه. تقديري يعني؟ يعني هو الفار هيقول الصداره المستقبليه، ممكن يقول ممكن يقول لا، فهو هيمشي معاه في القرار اللي هياخده، هيمشي طيب مع الحكم في القرار. لو خد كارت احمر هيمشي معاه، لو خد انذار ممكن يمشي معاه زي ما حصل في لاحظنا ان الحكم نفسه كان محتار، الاول كان واضح انه رايح ناحيه الطرد، بعد كده رفع الكارت الاصفر، فماذا لو كان الكابتن جهاد جريشه هو اللي في اللقطه دي، كان ايه قراره؟ انذار ولا طرد؟ انا مباشره كنت هطلع بالكارت الاحمر، كارت احمر من غير ما افكر، مش هستنى كتير، يعني مش هاخد وقت كتير، كنت رايح بالقرار جاهز معايا. مجرد ما حصلت الاعاقه مش هستنى اللعبه تيجي حواليا، ولا القرار واضح جدا كارت الاحمر، وساعتها كان برضه الفار هياكد قراري ومش هيرجعني فيه. مفهوم. طيب اخيرا قبل ما اختم، كاس الرابطه بدا والفار بيستخدم فيه، ايه تعليقك على جوله اولى اتلعبت في على مستوى الاداء التحكيمي؟ لا انا شايف الاداء التحكيمي في الـ في الـ في الثلاث مجموعات، ثلاث الجوله الاولانيه الناس ماشيه كويس، في اخطاء يعني مقبوله. أيوة، يعني شفت انا اتحللت في الكوره بلس والفضائيه المصريه، في اخطاء مقبوله موجوده. والتحكيم ماشي كويس يعني برضو الى حد ما، الناس الضغوط مش موجوده. برضو لما الضغوط موجوده في التحكيم في الدوري بيأثر على الحكم. أيوة، لكن انا شايف عدم الضغوط، عدم وجود الضغوط الكتير على الحكام مخليه اللي فيه ارتياحيه في الشغل. فاتمنى ان شاء الله التوفيق التحكيم في الفترة اللي جايه ان شاء الله، سواء كاس الرابطه او الدوري المصري باذن الله. كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي السابق، بشكرك جدا على وجودك معانا ونورتنا وشرفتنا. يرى ان الغاء الهدف اللي سجله منتخب غينيا بيساو كان قرارا صحيحا من جانب الفار، وبتاكيد الحكم لكلام الفار.